السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الواحد يقدر يحصل على الكورسات اللي هو عايزها من أودمي ومجانا؟ طيب، اول حاجة اعملها ان انا هاجي هنا اشوف ايه الكورس اللي انا عايزه. وليكن مثلا انا عايز كورس عن Library Office، تمام، ده بديل للأوفيس لكنه مجاني. طيب هاجي هنا واقول له ان انا عايز الحاجات اللي هي مجانية فري، يبقى التركيز كله على برايس ان هو يكون فري، تمام. ويبدأ بقى هنا يجيب لك اللغات. انا مش عايز برتغالي، فهركز على الانجليزي. فبدأ يظهر معايا الكورسات بالشكل دوت. الكورس اللي عجبني هضغط عليه واقول له جو تو كورس، واقول له ان انا عايز ابدأ الكورس. يبدأ الكورس. الميزة اللي فيه ان انت بتاخد كورس مجاني وتقدر تتعلم كل اللي فيه ومفيش اي حاجة مقفولة خالص، تمام. لكن ممكن المشكلة ان انت مش تاخد شهادة. انا بالنسبة لي مش فارق معايا شهادة، الفرق معايا ان انا اتعلم. خلينا نجرب مثلا بلندر. ممكن تكتب بالعربي وبالانجليزي، يعني في لو انت بتدور على كورس عربي هتلاقي ان شاء الله. طيب انا عايز العربي، هاجي هنا واقول له انا عايز اللغة العربية، تمام. هو طبعا عايز يكسب، فالحاجات اللي بفلوس بيجيبها فوق، فانا اقول له هات لي اللي ببلاش، فيبدأ يجيب لي كورسات اللي ببلاش. تقدر ان انت تدوس على الكورس وتبدأ ان انت تتفرج عليه بدون اي مشاكل خالص. طبعا كل الكلام دوت قانوني وما فيهوش اي مشكله، وما استعناش باي موقع خارجي ولا حاجه. طيب في حاجه تانية، يبقى في كوبونات، تمام. يعني لو هو كورس بفلوس، لما تيجي تشتريه يقول لك ان ممكن يكون في تخفيض، تمام. ففي لما تيجي هنا هيقول لك ان انت ممكن ايه تاخد تخفيض ابلاي كود. طيب اجيب الكود ده منين؟ هتلاقي في مواقع كتيره. هقول له ادمي، يبقى هي الفكرة كلها ان انا هروح الموقع اقول له ادمي كوبن، واخد الكوبن وابدأ ان انا احطه هنا. ادمي سامحة بكده، يعني ده ما فيهوش اي مشكلة خالص، تمام. في موقع اسمه كوبن كيس، وفي بيبدأ ان هو يجمع حاجات، لكن ساعات في مواقع كتيرة بتضرب اي ارقام، يعني بتعمل كذا محاولة لحد ما تيجي معاك. بس ممكن تجرب اكتر من مرة، بحيث ان في كوبونات بتوصل ل100%، في كوبونات بتبقى 50% وهكذا، تمام. غالبا بتبقى 90%، فجرب قبل ما تشتري اي كورس، بحيث برضو تقدر تاخد التخفيض. وزي ما بقولك ممكن تاخده مجانا تماما من خلال الكوبون، او ان انت تفلتر على الكورسات المجانية.